السماوات ملك السلامة والتالي الخادم رب القوات المسك حلو إكليل شرف وسمك ميخائيل تفسير عظيم قوة قلدك بسيف النقمة وملك حكما ورحمة وعطاك بوق النعمة في القيامة والزحمة ملاك الله قدره وعطاك سيفا من نار ووهبك عزما ونصرا صاحب سطوة ومقدار صلاة صرعت سطانائيل من أعلى مراتبه أسكنت وطن الويل وإلى الأرض طرحته جعلت الجحيم نسوى وعسكرك ملك وطعام النار والنار جوا ولا تمحى ولا تمحى إجرام رئاسته ومرتبته عسكرك ملكوها وجلست على وجلست على تخت طماتك زينوها جميع جند الشياطين يصير من اسمك فزيعين حنا قل يا ميخائيل يولونا منكسرين سلام عليك ديما يا مدير كل الجهات يا ولا سر النعمة ينو جميع الآليات صنعت عجائب شتى مع البرد دو تاؤوس وامرات ثوب استا وفمي ارست رخوس سلام لك يا ميخائيل يا من بشفاعتك قد أغنيت المسكين الرادي طلباتك جميع كل عز عظامي تصيح النهار والليل بطل كل أيامي أقول يا ميخائيل السلام لك يا ميخائيل يا صاحب السيف الفخير يا معظم بالتبجيل طول عجب الباهر سلام لك يا ميخائيل يا معي معونا للمساكين يا قوة لكل هتل يا شفع في المخلوقين سلام لك يا ميخائيل صانع كل عجائب في الشعوب المسيحيين مانع كل مصائب سلام لك يا ميخائيل يا شفع في المخلوقات الطالب عن مياه النيل والزرعات والثمرات تفسير اسمك في أحوال كل المؤمنين الكل يقولون يا إلهي خلينا عنا أجمعين هنقول وين الوقت البتاع ده الملائكة ميخائيل حسنا أتيت إلينا اليوم يا رئيس الملائكة ميخائيل
العمود الملتهب نارا أمام الطاب الكل حسنا أتيت إلينا اليوم يا ميخائيل رئيس الملائكة الذي أعطى الإكليل المكتوب عليه التوبة حسنا أتيت إلينا اليوم يا رئيس الملائكة معز جميع القديسين حسنا أتيت إلينا اليوم يا رئيس الملائكة ميخائيل البخور المختار الفائح أمام ضابط الكل حسنا أتيت إلينا اليوم يا رئيس الملائكة ميخائيل الذي طرح العدو الذي هو الشيطان إلى أسفل الأعماق هو وجنوده الشريرة الخبيثة عال ومجد أكثر من كل الملائكة لأنك أتيت أنت رئيسهم كل أعين الشاروبيم والحيرابيم ذو ست أجنحة ناظرين داشين إلى مجدك وكرامتك وكل الأجناس واللغات يكرمونك ويمجدونك داود المرتج يسرح المزمور إنه خلق ملائكته أرواحا وخدامه نارا تلتهب فلازم نحن المساكين نعطيك السلام قائلين السلام من ميخائيل المنادي بالخلاص أنت هو الذي جلست على الحجر وبشرت النسوة إن الرب قام ليس هو هون السلام لميخائيل رئيس الملائكة الملتهب بنور الثالوث المقدس أنت هو الذي تصب إلى أب الأنوار في كل حين أن يتحنن على جبلتي التي خلقتها يدا أنت الذي تطلب إلى الرب في صعود الأنهار ونبات الأرض وثمرات الأشجار والأمطار والأهوية والأندية أن يكملها ويصدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض أسأل الرب فينا نحن المساكين الخطاة أن يغفر لنا خطايانا ويرفع عن العالم الغلاء والوباء والفناء والجلاء وسيف الأعداء ويطمننا في أوطاننا ويحنن قلوبنا قلوب المتوبين علينا المجلس الثالوث المقدس الآن وكل وانا دار بسم الله والابن والروح القدس إله الواحد إله الأحد أمين الرؤى الثانية اسمع أيها الشعب الأرثوذكس المحب للمسيح هذا الخبر العجيب كان إنسان يعبد الأصنام اسمه أيضا أرسطرخوس وكان لخوفه من المؤمنين لا يقدر أن يتظاهر بعبادته ودينه النجس وكان ذا مال كثير وكانت له امرأة حسنة جدا اسمها أركادية وهذه لم ترزق قط ولدا وكانت رحومة ذا صدقة ورحمة على سائر خليقة الله وكانت تشتهي أن تصير نصرانية ولم تكن تقدر على ذلك خوفا من بعلها فكانت تسأل الله ليلا ونهارا بشفاعة رئيس الملائكة ميخائيل الجليل ميخائيل أن يتم لها إرادتها الصالحة ويرزقها ولدا تقر به عينيها وكان ساكنا بجوارهما شيخ قسيس ناسخ فلما رأت هذه الامرأة الصالحة تكاثر الناس إليه لكتابة الكتب عنده اشتاقت أن تعرفه بضميره فلما كان في بعض الأيام سافر بعلها فقامت مسرعة ودخلت إلى منزل القس الناسخ المتقدم ذكره فوجدته جالسا يكتب في سفر المزامير فقالت له يا أبي القس المبارك أسألك أن تقص علي ما أنت تكتبه فقرأ لها المزمور الذي كان يكتب فيه وهو هذا إلى آلهة الأمم شياطين ذهب وفض عمل أيدي البشر لا أفواه ولا تنطق ولا أذان ولم تسمع ولها أنوف ولم تشم ولها أيدي ولم تلمس ولها أرجل ولم تشي ولها عيون ولم تنظر ولها حناجر وليس داخلها صوت ولها أجساد وليس فيها حركة فليكن صانعوها مثلها وكل من يعبدها ويتوكل عليه فلما سمعت الامرأة المباركة هذا الكلام من القس الناسخ خرت عند قدمه باكية قائلة له يا أبي القس أنا أطلب إلى قدسك أن ترحم مسكنتي لأنه ليس أحد في هذا المدينة كشف له ما في خاطري إلا أنت يا رجل الله وأنا أعلم إنك قادر على كمال أنا أسمع إن إله النصارى رحوم ورؤوف يقبل كل من يتضرع إليه وأنا أبي في كل وقت أتضرع إليه بشفاعة رئيس الملائكة السلام لك يا ميخائيل قل يا فلك السلام والتقدير نمرة في القوة قلبك قول بسبح لو رجلي رفعت بعد الدرجة قال الله يا ابن الله لا يشاء موت الخاطئ لكنه يريد رجوعه وتوبته وأن أقول لك أن تداوم الصلاة والطلب إلى الرب سبحانه في رجوعه بالك
معرفة الحق وأنا أضيف كتاب الإنجيل فدعي في بيتك ليطرد عنك الشياطين التي في الأوثان التي تعبدونها ومن الآن لا تعود تقف أمامها ولا تسجد لها وأنا أؤمن بالله أن يسبب لكم الخلاص. وبعد ذلك أعطى إنجيل يوحنا ابن زبدي فأخذت منه بفرح عظيم وقبلته وتباركت من الخص ومضت إلى منزلها وقلعت الإنجيل داخل قيطونها في صندوق. فلما حضر بعلها من السفر ودخل إلى منزله كالعادة وأكل وشرب وفي المساء نام ولم يكن له علم بما صنعت زوجته. ولما كان نصف الليل صار قلق عظيم وجزع في بيت ذلك الوثني وإذ مركبة نورانية وأصوات كثيرة صارت من قبل الأوثان وهم يصرخون هكذا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله أتيت لتهلكنا وتخرج من مسكننا فأخذت منا الأرض كلها ولا يبقى لنا في هذه المدينة سوى وهذا الإنسان الذي نصيبه الجحيم معنا وكثيرا من أبائه. فلما سمع أرطغرل وزوجته المباركة هذا الكلام خافوا خوفا عظيما وصاروا مثل الأموات. ثم كشف الرب عن ناظرهما فأبصروا المخلص الرب يسوع جالسا على الصندوق الموضوع بالإنجيل ورئيس الملائكة ميخائيل واقفا أمامه وبيده حربة نارية وهو يطرد بها الشياطين التي في الأوثان. ثم مسك بيد أرسترخس وأقامه وقال له لا تخف وذا الخلاص قد أدركت من قبل زوجتك المباركة. أنا هو ميخائيل رئيس الملائكة هذا هو ربي وإلهي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أتى ليخلصك وينجيك من ضلالة الأوثان. فإذا قمت باكرا دع زوجتك تمضي معك إلى القس الشيخ المبارك الذي بجوار بيتك ليوصلكم إلى رئيس الأساقفة تاودوسيوس وهو يعطيكما نعمة المعمودية المقدسة والصبغة الطاهرة غفرانا لخطاياكما. ولما قال الملاك ميخائيل لأرسترخس هذا الكلام لم يعد أرسترخس ينظره وللوقت احترى خوف ورعدة وفرح كثير ورسم في بيته وشم في بيته روائح بخور عطرة زكية جدا. ثم نظر إلى الأوثان التي كان يعبدها فوجدها مطروحة على الأرض مكسرة قطعا ونظر للصندوق الذي يجلس عليه مخلصنا وهو يضيء أكثر من الشمس أضعاف. فأيقظ زوجته المباركة وقص عليها كل ما رآه وقال لها ما هو الخلاص الذي قد أدركني من جهتك اعلميني ما كان منك. فأخبرته بكل ما جرى. فلما سمع منها ذلك فرح وأرسل للوقت أحضر القس وأدخله إلى بيته وأخبره بجميع ما اتفق. أخبره بكل ما حصل له هو وزوجته ففرح كثيرا ومجد الله وأعطاهما نعمة المعمودية المقدسة ونال مغفرة خطاياهم بالإيمان بالسيد المسيح وتصدقوا بأكثر أموالهما على الفقراء والمساكين. ولم يزلا يصنعان تذكار الملاك الجليل ميخائيل والولائم باسمي في اليوم الثاني عشر من كل شهر وجعل مسكنهما منزلا للغرباء وأنعم الرب عليهما بالبنين الصالحين ولم يزلا مرضيين للإله بالأعمال الصالحة إلى اليوم وفاتهما ماضية إلى النعيم في السرمدي. انظر يا أحبائي إلى رحمة إلهنا وتحننه على خليقته الذي لا يشاء موت الخاطي بل لرجوعه وتوبته فلا يقدر أحد أن يحصى مراحم الرب وتحننه ولا حد عمق تحننه ورأفته بل تشملنا جميعا أمين.